طيب عشان ناخذ نكهة مرق مرة كويسة لازم نستخدم سواء قشرة الروبيان أو الراس أو الذيل إيش ما كان. تمام. بسم الله. تنقرف تمسكه؟ لا لا أبدا. طيب يا جماعة حطوه شنبة بعينه برجولة كل شيء بيده كل شيء، بس طبعا لما أنتوا تاخذونه لازم تغسلونه لان يكون جوا هنا في مثلا اتربه ولا بقايا وكذا. نعم. لا نظفوه. تمام. عندي هنا قشر زياده، شوف هذا روبيان كبير عندي هنا، هذا الجامبو. عندي هنا قشر روبيان نهري. تمام. او مزرعة يسمونه. خلاص يكفي يكفي. يلا تمام. الروبيان اللي جالسه الحين اطبخه في المرق هو منظف من قبل، لازم تنظفونه كثير كويس.